بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس 24 من سلسلة التجويد الميسر، وهي سلسلة يقدمها برنامج الجامع لحفظة القرآن الكريم بنسختيه للحاسوب وللمحمول، والتي من خلال دروسها نقدم أحكام التجويد للعموم بأسلوب عصري مبتكر ييسر فهم الأحكام وتطبيقها، مستفيدين من ألوان مصحف التجويد للربط ما بين الدروس وقواعد ألوان التجويد. وقبل أن نسترسل في هذا الدرس سنراجع ما تعلمناه عن المد في مقدمة المد السابقة. تعلمنا أن المد نوعان، نوع أصلي يمد حركتين ونوع فرعي يمد أكثر من حركتين. والأصلي هو المد الطبيعي يقع به حرف المد ليس معه سبب من همز أو سكون، ويلحق بالأصلي الطبيعي البدل والعوض والصلة الصغرى. وعرفنا المد الفرعي بأنه هو الزائد عن الطبيعي لسبب من الأسباب كالهمزة أو السكون، وما سببه همز منه المتصل والمنفصل والصلة الكبرى. أما ما سببه سكون فمنه اللازم والعارض للسكون واللين، وذكرنا أن هناك الفرق ويعتبره بعض العلماء مدا عاشرا، وبينما يعتبره البعض فرعا من المد اللازم. وذكرنا أن أحكام المد ترتبط بأربعة ألوان رئيسية من قواعد ألوان التجويد، فإن أضفنا إليها اللون الأسود لون المد الطبيعي فسيجتمع لنا خمسة ألوان تعكس أحكام المد في مصحف التجويد. فنحن في برامج جامعة القرآن، سواء في نسخة الحاسوب أو نسخة المحمول، فإننا نستخدم مصحف المدينة المنورة ملونا بألوان مصحف التجويد، والذي تذكرنا ألوانه بأحكام التجويد، حيث تدل هذه الألوان على المدة التي علينا أن نمد حرف العلة بها، حيث أن المد الأصلي وما يلحق به من بدل وعوض فلا يعطى أي لون خاص، لذلك هو بالأسود. أما مد الصلة الصغرى الذي يلحق بالأصلي فيعبر عنه باللون البني الفاتح، وكلا اللونين يمد حركتين كما هو في تعريف المد الأصلي، بينما ما سببه همز من المد الفرعي فإنه يعطى اللون الأحمر الفاتح، والذي يمد أربع أو خمس حركات، وهو في حال المتصل مد واجب، بينما في المنفصل مد جائز. أما ما سببه سكون من المد الفرعي فإن كلا من العارض للسكون واللين يعطيا اللون البرتقالي، الذي يمد أربعة حركات في المتوسط متراوحا ما بين الحركتين والست، وتبقى مما سببه سكون اللازم وفرعه الفرق يعبر عنهما باللون الأحمر الغامق، والذي يمد لست حركات لزوما. وفي درسنا هذا سنركز على مد الصلة الصغرى وعلى مد الصلة الكبرى، والأولى تمد لحركتين بينما الكبرى تمد لأربع أو خمس حركات. إذن درسنا هو عن مد الصلة الصغرى والصلة الكبرى، وأهداف هذا الدرس هي أن نتعرف على معنى وحكم مد الصلة الصغرى والكبرى، ونتعرف على العلامة التي تعطى لكلا مدي الصلة الصغرى والكبرى في المصحف، وعن لونيهما في مصحف التجويد. ونأخذ أمثلة على مد الصلة الصغرى والكبرى، ونتمرن على تطبيق حكميهما عند تلاوتنا للقرآن، ونتمرن على استخراج مد الصلة الصغرى والكبرى من آيات مختارة. هذه قواعد الألوان المستخدمة في مصحف التجويد، ولننظر إلى الألوان التي تعطى لأحكام المد فيها، ولننظر إلى صفحة المصحف هذه، ثم نبحث عن حرف مد بهذا اللون البني الفاتح كما في حرف الواو هنا. هذه الواو البنية الصغيرة جاءت بعد هاء الضمير في لأعذبنه، ولم يأتي بعدها حرف همز. هذه الواو تمد لحركتين واصلة ما بين هاء الضمير وما بعدها، فتسمى بذلك مد صلة صغرى. وننظر الآن إلى اللون الأحمر الفاتح، ونبحث عن حرف علة تلا هاء ضمير وبعده همز، فنجد أن حرف الواو الصغيرة الحمراء هذه جاء بعد هاء الضمير في لأذبحنه، وتلاها حرف همز في الكلمة التي بعدها. هذه الواو تمد لأربع أو خمس حركات واصلة الكلمة المنتهية بهاء الضمير بما بعدها، فتسمى بذلك صلة كبرى، لأنها تمد لفترة أكبر من تلك الفترة التي تمد بها الصلة الصغرى.
فالألوان المرتبطة في مصحف التجويد بمد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى هي لونين. ولنأخذ مثالا: وأمه وأبيه. الياء هنا هي مثال عن مد الصلة الصغرى، والياء هنا تمد مدا أصليا فتعطى اللون الذي يعطى لمد حركتين وهو اللون البني الفاتح كما نرى هنا. مثال آخر: يحسب أن ماله أخلده. الواو هنا رمز يدل على الصلة الكبرى حيث تمد لأكثر من حركتين، لهذا فهي مد فرعي فنعطيها اللون الأحمر الفاتح تنبيها لمدها لأربع أو خمس حركات. فلنفصل ما تعلمناه قليلا ولنعرف مد الصلة. يحسب أن ماله أخلده، هنا هاء ضمير تلاها حرف واو، هاء ضمير تلاها حرف واو. هاء الضمير هذه مرفوعة لذلك تلاها حرف الواو، ولو كانت مكسورة لتلاها حرف ياء. إذن ما يتلوها الضمير من حرف علة مجانس لحركة هاء الضمير. إذن في هذه الحالة تلا هاء الضمير المضمومة حرف علة واو مجانس للضمة، فالهاء هنا المضمومة تقرأ وكأن وراءها واوا، فنقول ماله أخلده. هذا المثال: وأمه وأبيه. هنا هاء الضمير تلاها حرف ياء لأن الهاء مكسورة، تقرأ هذه الكسرة وكأن وراءها ياء، فعند التلاوة نضيف ياء بعد الهاء المكسورة فنقرأها وأمه وأبيه. وسمي مد حرفي العلة هنا مد صلة لأنه يصل الكلمة التي تنتهي بهاء الضمير بما بعدها من خلال حرف المد هذا، سواء كانت الضمة المتحولة إلى حرف العلة الواو أو الكسرة المتحولة إلى حرف العلة الياء، ففي الحالتين توصل الكلمة السابقة بما بعدها فسمي بمد صلة. إذن هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر عندما توصل بكلمة بعدها تتحول إلى حرف مد، الهاء المضمومة إلى حرف واو، والهاء المكسورة إلى حرف ياء. متى تكون الصلة صغرى ومتى تكون كبرى؟ لنأخذ هذا المثال: وأمه وأبيه. هاء الضمير هنا ليس بعدها همزة، هذه الواو ليست بهمزة، وتسمى في هذه الحالة بالصلة الصغرى. أما إن جاء بعد هاء الضمير همزة كما في ماله أخلده، هنا هاء الضمير أتت بعدها الهمزة في الكلمة التالية فلذلك تسمى صلة كبرى. الصلة الصغرى هي مثال للمد الأصلي، بينما الصلة الكبرى هي مثال للمد الفرعي. ذكرنا أن الصلة الصغرى هي مد أصلي بينما الكبرى هي فرعي مما سببه همز، ومثال الصلة الصغرى كما ذكرنا قبل قليل وأمه وأبيه. نرى أن الهاء المكسورة هنا تلاها حرف ياء حرف العلة وهو يلحق بالطبيعي، لذلك يعطى اللون البني الفاتح كما نرى هنا، والذي يمد حركتين وهو مد المد الطبيعي الأصلي. وفي مثالنا عن الصلة الكبرى يحسب أن ماله أخلده، فإن نظرنا إلى الواو هنا لوجدنا أنه قد تلاها همز، فهي بذلك من أنواع المد الفرعي الذي سببه همز، لذلك أعطيت اللون الأحمر دلالة على أنها تمد لأربع أو خمس حركات. فلنرسخ ما تعلمناه بأخذ أمثلة إضافية، ولنبدأ أولا بأمثلة عن الصلة الصغرى. فنبدأ بالمثال الأول: ماله وما كسب. ماله وما كسب. الهاء هنا هاء ضمير مرفوعة تلاها حرف غير حرف الهمز، فماله تمد هاء الضمير المرفوعة وكأن وراءها حرف العلة الواو. ماله وما تمد لحركتين مد صلة صغرى. والمثال الثاني: وأمه وأبيه. الهاء هنا مكسورة وما تلاها الضمير ليس بحرف همز، فتمد هاء الضمير في أمه، تمد الهاء هاء الضمير المكسورة وكأنها وراءها ياء، فنقول وأمه وأبيه تمد حركتين مد صلة صغرى. الآن أمثلة الصلة الكبرى، فنبدأ بهذا المثال: وما يكذب به إلا. به إلا
الهاء هاء ضميري مكسورة تلاها حرف همز، فالهاء هذه المكسورة تمد وكأن وراءها ياء، فنقول به إلا، تمد لأربع حركات مد صلة كبرى. وهنا ما له أخلده أيضا، الهاء هنا هاء الضمير تلاها همز، والهاء المرفوعة تمد وكأن وراءها واو، فنقول ما له أخلده، مد الواو لأربعة حركات. والآن مع التمرين لاستخراج مد الصلة وتحديد نوعه من الآيات المحددة، نبحث هنا عن حرف هاء الضمير تلاه حرف علة، فنجد لأعذبنه عذابا، أعذبنه عذابا. المد هنا مد صلة صغرى يمد لحركتين لأنه ليس بعد الهاء حرف همز. أذبحنه أو ليأتيني، هنا أذبحنه أو، هنا جاء بعد هاء الضمير حرف همز، فلذلك الواو هنا تمد لأربع حركات مد صلة كبرى. تحط به وجئتك، هنا به وجئتك ليس بعد هاء الضمير حرف همز، فإذا المد هنا مد صلة صغرى يمد لحركتين. ونلخص هنا درس الصلة الصغرى والكبرى في صفحة واحدة، فنعرف مد الصلة بأنه صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت مكسورة بشرط أن تقع بين متحركين. وينقسم مد الصلة لنوعين، الصلة الصغرى من أحكام المد الأصلي، والصلة الكبرى من أحكام المد الفرعي. وشروطه أن يقع حرف الهاء ضمير الغائب المذكر في حالة الصلة الصغرى بين متحركين وليس بعده همزة قطع، بينما في الصلة الكبرى هو أن تقع هاء الضمير بين متحركين ويأتي بعدها همزة قطع. وبناء على ذلك فإن الحكم يختلف بين الصلتين، الصلة الصغرى تمد بمقدار حركتين وتعطى اللون البني الفاتح كما في قواعد ألوان التجويد، أما الصلة الكبرى فتمد بمقدار أربع حركات فتعطى اللون الأحمر الفاتح في قواعد ألوان التجويد لمصحف التجويد، وحروفه هما الواو والياء بعد هاء ضمير الغائب، سواء كان ذلك في مد الصلة الصغرى أو مد الصلة الكبرى. علامته في المصحف ياء أو واو صغيرة بنية بعد الهاء، هاء وبعدها ياء، أو واو أو ياء صغيرة حمراء بعد الهاء، هاء وبعدها واو أو ياء حمراء. وأمثلته ذكرنا أمثلة مثل أمه وأبيه، مد صلة صغرى يمد لحركتين. وما له أخلده، صلة كبرى تمد فيها الواو لأربع حركات. وبذلك نصل إلى ختام درسنا هذا عن مد الصلة الصغرى والصلة الكبرى. نأمل من المولى عز وجل أن يكون في هذا البرنامج وفي هذه السلسلة ما ييسر لنا فهم أحكام التجويد وتطبيقها بشكل يمكننا من تلاوة القرآن وحفظه على الوجه الصحيح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن تساعدنا هذه التلاوة الصحيحة على فهم كتابه وتدبره والعمل به. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، ونأمل منكم أن تتوجهوا بالدعاء لنا ولوالدينا ولمن ساهم في إنتاج هذا العمل وللمسلمين أجمعين. نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.